مزيكا ساعتين عالراديو وغاني ساعتين عالراديو وحشانا على الهومة في قلبي وعايزينها على 106 وتسمعها كل خميس على نجومة في أم مع أكرم حسني ساعتين عالراديو جمالا ساعتين عالراديو ومعنا ساعتين عالراديو عايشنا على الهومة في قلبي وحبينها على 106 دلوقتي جمعتكم مع ساعتين عالراديو مع أكرم حسني على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. ساعتين عالراديو. انتوا دلوقتي بتسمعوا ساعتين عالراديو مع أكرم حسني على نجوم اف ام. مساء الفل والسعادة والجمال والهنا على كل مستمعين نجوم اف ام، واهلا بكل الناس اللي انضموا لنا دلوقتي حالا ايا كان المكان اللي بتسمعونا منه وايا كان وسيلة اللي بتسمعونا منها، سواء كان الراديو بتاع العربية او راديو في البيت او بتسمعونا على نجوم اف ام اونلاين. النهاردة يا جماعة حلقة جديدة من ساعتين على الراديو، والحقيقة النهاردة حلقة خاصة جدا، مش بس لانها في نهاية السنة، ولكن لانها للأسف الحلقة الاخيرة من ساعتين على الراديو. فعلا هتوحشونا جدا، وهتوحشنا الذكريات والايام الحلوه، ايام الثمانينات والتسعينات، ايام الطفوله والشباب والرومانسيه والحب، وكل حاجه حلوه كانت في الفتره دي. النهارده تعالوا نفتكر مع بعض كده احلى واجمل اللحظات في البرنامج على مدار سنه كامله، الاغاني اللي بتفكرنا زي ما قلنا باحلى اللحظات في حياتنا بشكل عام، ونفتكر مع بعض اهم علامات جيل الوسط. هنبدأ الحلقة مع بعض طبعا النهاردة هنسيب مساحة للمداخلات التليفونية، بأن النهاردة آخر حلقة، وهنخصصها يمكن كمان للناس اللي ما كانوش بيفوتوا حلقة، في أسماء بعينها كده كنتوا يعني اللي بيتابع هتلاقوا دايما الناس دي بتحرص انها ما تفوتش حلقة. هنفتح التليفونات، تليفوناتنا 3833022، الرسائل على 1006، وصفحتنا الرسمية على الفيسبوك هي facebook.com/nujumfm. وهنبدأ زي ما قلنا بحميد الشاعري، يمكن الشاب اللي حكينا عنه كتير جدا، اللي جه من ليبيا لمصر وما كانش يعرف وقتها انه هيغير ملامح الموسيقى في مصر، وانه هيكون علامة فارقة بين موسيقى الزمن الجميل وموسيقى الجيل بتاعه، لانه يمكن هيكون مع رفاق نجاحه وباقي نجوم الجيل ده جيل خاص جدا اسمه جيل الوسط. مع بداية ظهور حميد الشاعري وبداية شهرته سنة 84، هنسمع من ألبوم رحيل ومن كلمات صلاح الشيخ واللحن كان فولكلوري شعبي، أغنية اسمها وين أيامك وين، نبدأ بيها حلقتنا الحلقة الأخيرة من ساعتين على الراديو. اسمعوها ونرجع علشان نبدأ. وين ايامك وين يا غايب على العين،
وين ايامك وين يا غايب على عين وين ايامك وين يا غايب على عين وين ايامك وين يا غايب على عين قلبي عاش حزين والله عاش حزين في بعدك يا زين وين 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 ايامك وين يا غايب على عين وين ايامك وين يا غايب على عين يا لالالي يا لالالي ما شافينش والي غير نحنا الاثنين وين 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 ايامك وين يا غايب على عين 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 قلبي عاش حزين والله عاش حزين في بعدك يا زين وين 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 ايامك وين يا غايب على عين وين ايامك وين يا غايب على عين يا لالالي يا لالالي أكرم حسني على نجوم اف ام موسيقى الجيل ساعتين على الراديو كل أغاني الثمانينات والتسعينات وإحنا النهاردة محضرين إحصائية بسيطة وسريعة كده لبرنامج ساعتين على الراديو وخصوصا الفقرة دي اللي هي موسيقى الجيل يمكن لعبناها من خلال السنة اللي فاتت أو على مدار سنة كاملة لعبنا فيها أكتر من 500 أغنية من أغاني جيل الوسط اتكلمنا عن أكتر من 100 مطرب وعشرات الملحنين والموزعين والشعراء واتكلمنا عن النجوم اللي ظهروا يمكن بسرعة الصاروخ واختفوا بعد كده زي اسماعيل البلبيسي زي اسلام زي ابراهيم عبد القادر زي احمد جوهر علاء سلام اميره رندا هاله هادي هشام نور وامين سامي نسمع له دلوقتي حاجه ونرجع علشان نرحب بالناس اللي بداوا يبعتوا لنا وعلشان كمان نلبي كل الطلبات النهارده مش هنزعل حد دلوع الود وحيلة حيلة انا ايه ما بيدي
ساعتين على الراديو مع أكرم حسني على نجوم FM.